أكدت سعادة الأستاذة فائقة بنت سعيد الصالح وزيرة الصحة أهمية ترجمة كافة الآراء والانطباعات التي جاءت في الملتقى الحكومي إلى واقع ملموس في الخدمات الصحية والعلاجية التي تقدمها وزارة الصحة. ووجهت وزيرة الصحة بتشكيل فريق عمل معني بمتابعة استراتيجية الوزارة ومبادراتها والتأكد من اشتمالها على المبادئ التي ذهب إليها الملتقى الحكومي والرؤية الاقتصادية 2030. الوزيرة نوهت إلى ضرورة أن يحرص جميع مديري الإدارات على الاجتماع برؤساء الأقسام والموظفين وتزويدهم بكل ما جاء في الملتقى بتفصيل أكبر، كونهم لهم دور في صميم عملية التنفيذ في كل إدارة من إدارة الوزارة، ولابد أن يعمل الجميع ضمن رؤية موحدة. ودعت الوزيرة إلى ضرورة مراجعة الإدارات لكافة خططها واستراتيجيتها والاطلاع على المبادرات التي تقدمت بها وأبرز ما حققته وأبرز ما تتطلع إلى تحقيقه، مع أهمية رسم خارطة عمل للجهود التي ستبذلها الوزارة وللإنجازات التي تتطلع إلى تحقيقها خلال السنوات القادمة. وهنأت الوزيرة جميع موظفي وزارة الصحة بمناسبة فوز الوزارة بإحدى جوائز الملتقى الحكومي عن مشروع الاستخدام الأمثل للمضادات الحيوية، وأكدت أهمية انتهاج السياسات الإعلامية التي تساهم في الترويج لجهود وإنجازات وزارة الصحة، مجددة دعوتها لجميع الموظفين على تقديم المبادرات الإبداعية التي تساهم في تحقيق رؤية الحكومة وبما يساهم في تقديم الخدمات الصحية للمواطنين والمقيمين بأعلى جودة في وقت أقل.